الباب. صباح النور، اهلا وسهلا بكم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. ليله محليها ونهار محليها للناس اللي تبع الالعاب الاولمبيه. باش نرجع نتحدث عليها مطولا، الاكسترا تيغيسخ، تسونامي، لوغوا ليون، وايضا باش نتحدث على سيول وبيونغ يانغ موجودين مع بعضهم في البوديوم. هذه التاريخيه وهذا هو الاسبري نتاع الالعاب الاولمبيه. نرجع له في لحظات بعد شويه مع زميلي العزيز زياد الخياري، لكن ناخذ لحظات على الاقل بعض الاخبار اللي تهم كره القدم التونسيه، خاصه مع تسارع الحديث والاسماء الموجوده في البطوله، خاصه في فريق الترجي اللي كان تعاقد رسميا البارح مع اللاعب يوسف البليلي مده عامين، وفما اسم اخر قاعد بالتاكيد يفوح في الكواليس الترجيه هو امكانيه عوده محمد علي برمضان من فرانك فاروش المجري في شكل اعاره. هذا كما قلت كلام يتقال، فما حتى شيء رسمي بالنسبه لبرمضان. في النجم الساحلي زبير بيا أعلن رسميا رئاسته للهيئة التسييرية إلى حين عقد جلسة عامة، خطوة جريئة لكن خطوة مسؤولة نتصورها من زبير بيا نظرا للظروف المادية اللي يعيشها فريق النجم الرياضي الساحلي، وما نجموا يلتفوا حولها كان ولادها، وهو من أفضل ولادها ومن أحسن ولادها اللي مروا على فريق النجم الرياضي الساحلي، في انتظار بطبيعة معرفة تركيبة الهيئة. على الميدان النجم الساحلي واصل طرابسه في العاصمة، ويهمنا برشا بالتأكيد استمرارية النجم وثباته لصالح النجم أولا لكن بالتأكيد لصالح الكرة في تونس. في اتحاد بنغردين فخر الدين قلبي هو المدرب للإشراف على الفريق والانطلاق في التحضيرات. إلى أجواء باريس، إلى الأجواء الكبيرة اللي تعيشها مختلف المواقع، واللي بحضور الإذاعة التونسية مع زميلي زياد الخياري ناخذ كل التفاصيل. وكما قلت الصورة المتميزة البارح اللي شفناها مع لوغوا ليون السباح الفرنسي ليون مارشان اللي تحصل في ظرف ساعتين على زوز ميداليات ذهبية كأول سباح في التاريخ يتحصل على زوز ألعاب أو زوز ميداليات أولمبية في ليلة واحدة. حتى الكبير العملاق الأسطورة اللي حتى حد نتصور ما ينجم يوصل له مايكل فيلبس ما عملهاش، وهو على فكرة مدرب مايكل فيلبس هو نفسه مدرب ليو مارشون. ما همش زوز ميداليات فقط، هز ميدالية أخرى نهار لحد في ال 400 متر أربع سباحات، الرجل مازال باش يزيد لأنه اليوم يعوم وأيضا عنده سباق آخر، بخلاف أيضا الصورة الممتازة اللي كما قلت في البداية صورة سيول وبيونغ يانغ، وأيضا الصين البارح اللي كانوا على البوديوم في التنس دو تابل في صورة جمعة سيلفي غالي برشا نتصور بالنسبة للدول هذيا، جمعة الشمال والجنوب. ومباشرة إلى فرنسا مع زميلي زياد الخياري كل التفاصيل عنده، ونتصور أنه يتمتع، هو سبورتيف كبير يتمتع بالأجواء اللي موجودة في باريس وبكل المدن المحيطة بها. مرحبا بك زياد. شو حوالك نجم وليد؟ وحشة. مرحبا بك وليتم أولامب، معناتها عايشك سيلفي سيلفي نجم باش يفتق العالم هذايا، إن شاء الله هما ببركة ما يفتقوش معناتها. أما كان جاي كوبرتان حيرة وعملها هذايا محلاها التصويرة اللي خيتها الصباح، حتى كوبرتان نتصور أنه ما كانش يتصور أنه باش تصير تصويرة كيما هكا. حتى كوبرتان في قبره معناتها دونك راهو مرتاح على لي فالور وعلى القيم والمساواه، محلاها الدخله اللي عملتها نجوى. كذلك حكيت على الاكوامان الايرون مان الايقونه نتاع السباحه الفرنسيه مارشان، مفتق الدنيا مكسر الدنيا هنا في باريس في باري لا ديفونس ارينا المسبح الاولمبي اللي هو ملعب ريكتي. مش عادي لانه اللي صار مش عادي زياد، مش عادي المسبح نعم، والجمهور زاد نجاح كبير ورهيب. نجوى لكل المواقع من لابيران للترياتلون في السان للسباحه لكره الناس الكل نجحت في الجمهور نحكي دونك ناس شيخت. وانت حضرت في الجران بالي، انت حضرت في الجران بالي حتى في المبارزه بالصيف ما لقيتش بلاصه فارغه، الرئيس الامريكي هو ايضا لوج على بلاصه باش يكون موجود حاضر في المنافسات الكل. جيبوا التثنيه بحذيك. نعم البروتوكول سيتي مش معناتها لوجت باش نداري، هو طلع الدار قعد جاي ورايا وراها الوزيره نتاع الرياضه مش عاديه روكسانا معناتها كذلك بطله في التاريخ الاولمبي في الرياضه الفرنسيه، فرنسي شيخين بالميداليات نتاع مارشان طلع الكوتا ترياتلون البارح هزوا معناتها زوج ميداليات، واحده ذهب للبنيه وواحده برونز ترياتلون في برشا كلام على السين مسخ ومدردر الواد، وفي النهايه شدوا الصحيح المعاند اللي عندهم الفرنسيس. تو احنا كمواطن عادي صحافي هي الفلسفه نتاع السين اوكي حلو معناتها لوفرتور وسان معناتها المركب اللي تعدات بالدول وبعد جاو لتروكاديرو وكان الحفله الختامي والغناء والتابلو، اما سان
بولوي معناتها مسخ برشا نجوى. حتى فما تدوينه لترياتليت بلج ماك تعرف بين بلجيك وفرنسا معناتها ديما بيناتهم برشا ريفاليتي معناتها مسخ برشا. دونك هذاك علاش ممكن الجوادي ما يعومش ال 10 كيلومتر في القريب سباحنا اللي كانت معها يدكم امبارح وممكن يزابي زاد 1500 تخرج بنوت باريا التاسع اولمبي في لافاني والرابع مع البيك فور مع ويفن مع فينك مع الطلياني في الاولمبياد. ممكن وجهه نظر زياد قبل ما تعاديوا لبقيه الاخبار تقول انت ممكن وجهه نظر مدرب الفرنسي وجهه نظر مدرب الفرنسي اللي فما برشا ناس هلت لها تقول لك يكمل كاتخيام مع الكبارات في السباق نتاع الويسون كمل نوفيام كان ممكن قريب برشا من الفينال الاولاني ما يلعبش ل 1500 ولا 10 كيلومتر هو مقيد فيه من تصور سبورتيف موجود العب وبعد حسن الوقت نتاعك وجهه نظر تناقش فما شكون يمشي معايا فما شكون ما يمشيش معايا انا نتصور موجود في محفل اولمبي العب اي عوم اربع سباحات اونجاجي نعرف الارهاق والمجهود البدني نجوى فما تشاور مع المدرب الوطني والمدرب الوطني معز الخياري هنا والمدرب الفرنسي اللي هو في التيم تاع الجوادي هذا صانع الاساطير تذكر طفله لور مانودو لور هذيك وكوها توا دونك هذا معروف هنا لوكاس اما اذا تشاور مع الوفد التونسي خاطر السيستم تابع للوفد التونسي هو اونجاجي في الاربع عمال عملنا 400 عملنا 800 ماهوش خبر رسمي نجوى اما متجهين تقريبا متجهين نحو انه السباقات هذوما ما يلعبش فيهم الجوادي في انتظار تاكيد معاك نعم باهي نستناو اليوم زاد شتوي صيفي شنو شتوي تبدل شويه الطقس في باريس صباح مطر اي مطر البارح كان يكون سخانه برشا نجوى بعد في الليل فما اوراج في كلك يعني ريجيون في باريس تولي امطار غابات وبعض مطر وبعد قمنا الصباح مطر بالليل قمنا الصباح الشميسه زرقاء دونك اولمبياد شتويه صيفيه ملكين بوت بخلطه حلوه باش نمشيو نجوى ل الكاياك سلالوم معناتها احنا ما عندناش تر مجرى تاع كاياك سلالوم في تونس عندنا تي جي ام وعندنا لافيرون في البحيره تلقى نتيجه وما زلت جامعات مختلفه نعم سليم الجماعي محلاه يا نجوى هو البورت درابو نتاعنا يعمل كيف صحيت في لوفاتور في تروكادير وهذا الدرابو البارح مع شكون؟ معناتها الدوبل ميكست كاياك افيرون هذا مع خديجه الكريمي وسلمى ان شاء الله باش تكمل مع سلمى الذوودي تعيش في فرنسا زاده سلمى او سلمى بو يحب يقولها سلمى جاب حذايا خليها سلمى هو مسميها خاطر يحب تونس وشاركت بس تونس خليها سلمى او سلمى كيف دونك بنت تونس هذوما في لافيرون باش يعملوا ان شاء الله غدوه التوب 12 باش يتكاسيو بين 7 و 12 واليوم سليمه جماعي باش يمشيو له باش يعمل نصف نهائي ماضي ساعتين ونص باش يدخل المسابقه اذا كمل من ال 20 الموجودين في النصف النهائي نجوى يعني 12 يمشي للفينال يوم 10 4 ونص اذا كمل 13 اكهو باي باي ونقولوا له لازم يكون ما بين ال 12 يعني سلالوم الكاياك سلالوم نعم لازم توب 12 يمشي فينال العشيه الكاياك سلالوم نجوى تعرفوا يتبع الاولمبياد هو كلمة في برشا ضغط وبريسيون شوت وتعرجات وتلقاه هو قاعد على معناتها الباتو نتاعو المونو هذاك ويدور معناتها ويعمل السلالوم والكروس حاجه مزيانه برشا قلت لك محلاها تونس احنا هكا درابونا موجود اليوم في الليسته نتاع الدول اللي مشاركه في نصف النهائي في الكاياك سلالوم. نكمل معاك باخر الثواني شكون اللي جاي للقريه الاولمبيه؟ شكون اللي جاي للقريه الاولمبيه؟ خذيتني في الاسانسور. اي ما يسالش انا مره ناخذك في الاسانسور مره في المترو وعملت معاك الدوره الكل مره في المترو عملت الاجواء معاك الكل شكون اللي وصل للقريه الاولمبيه اخر الاسماء على الاقل اللي موجوده واحنا غدوه نبداو البوكس اخر الاسماء اي غدوه نبداو البوكس ونبداو الجيدو ترى المزوغي بعد اميمه البديوي ونكملوا الكاياك نكملوا لافيرون يعني النهائي دي مع خديجه وكذلك سلمى اللي وصل اليوم يخرج بحريك من مطار تونس توا في اللحظه هذه سليمان نصر وعمران العياري في المصارعه بعد البوليميك اللي صارت مع جنيشي الجنيشي هنا يتصور تحت التوريفات مش عارف معناتها هما ما يخسروش الاولمبياد ياخذوهم خلينا ناخذوه كيما ليكزومبل ليكزومبل البرازيلي اللي تصوروا في الواحد في التوريفيل وخليهم يروحوا ما يعرفوش التكنولوجيا خاصه غرام مشاو وين تصوروا تليفون بضحك ساره هلال تاع اللجنه المنظمه حسابات غلطه عملوا حسابات غلطه انت والسيلفي you
انت والسيلفي دونك اليوم سليمان نصر عمر العياري باش يسافروا من تونس الى باريس بعد ما كانوا في ساشي بلغاريا. البنات سيوار وزايد بيخرجوا نهار لحد معهم رئيس الجامعه واكيد باش نتبع وصول كل الوفود هنا في القريه الاولمبيه. واهم خبر نجوى وانه باش نتبع لك حكايه الجوادي طبعا في المشاركات نتاعو الاولمبياد بعد 800 والا باش يكمل 1500 او 10. وصوتك يزين المواعيد نتاع الاذاعه الوطنيه التونسيه ومختلف الاذاعات. يعطيك الصحة وشكرا لك زياد على المجهود. كيما الإذاعات الكبرى نجوى. بالتأكيد مرحبا بك في كل وقت. كل احنا موجودين في قلب الأولمبياد. شكرا نجوى. شكرا زياد مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية ونواصل معكم مع بقية الأخبار في ساعة في ساعة لأنه الأخبار كثيرة. في الباسكيت جنوب السودان ما قصرش البارح ضد الولايات المتحدة الأمريكية رغم الهزيمة 103-86 وجنوب السودان على البار على بقية المنتخبات الإفريقية. منافسة صعبة جدا ومازال عنده أمل في مجموعة فيها صربيا وأيضا بورتوريكو. في كرة اليد الحقيقة زيدا مصر البارح ما كانتش محظوظة مستوى كبير من منتخب الفرنسي كان ممكن يربح 26-25 آخر كرة فرنسا تمكن من التعديل مازال عندها أمل. عجبني برشا كلام أحمد الأحمر تجي عن الزملاء وقال يكفي فرحة فرنسا بالتعادل. مصر 3 نقاط المجر نقطتين فرنسا بنقطة. فرنسا هي حاملة لقب وترشح من نصيب الدنمارك والنرويج. نمشي الفوت البارح الحقيقة كان يوم حزين بالنسبة لمارتا أحسن لعبة في العالم 6 مرات ما هزتش الأولمبياد تشارك للمرة السادسة. إقصاء في الماتش بتاع البرازيل ضد إسبانيا 2-0 لإسبانيا لكن بأمل ضعيف تمكنت البرازيل من الترشح باش تكون موجودة في الدور الربع نهائي وتلعب ضد المنتخب الفرنسي. في بقية النتائج البارح في الفوت المنتخب المغربي والمنتخب المصري مترشحين للدور الربع النهائي كأول المجموعة متاحهم. المغرب ربحت في المقابلة متاحها كما أيضا المنتخب المصري وكمل الأولاني. مصر كملت الأولانية قدام إسبانيا ونستناو مقابلات بطبيعة منتظرة بين المغرب الولايات المتحدة الأمريكية مصر ضد الباراغواي فرنسا تلعب ضد الأرجنتين واليابان ضد إسبانيا. مازال اخبار نحاول ما يفوتني شيء. البارح في الزوجي في التنس الحقيقه كانت حاجه ممكن كنا نتصوروا ان الامور باش تكون افضل للثنائي الاسباني لكن الثنائي خرج الكراز وايضا نادال. كما خرج نادال زيدا من الفردي يقعد شكون؟ يقعد الكراز اللي يلعب مقابلته اليوم في الفردي ضد تومي بول وايضا نوفاك يلعب ضد تسيتسيباس. مازال بالنسبة لنادال قال سأعلمكم بقراري بالنسبة للاعتزال. يوم إيغا شفيونتيك تلعب ضد سينيا تشونغ. مازال في الملاكمة اليوم نستناو الجزائرية اللي برشا كلام تقال عليها لأنه الجزائرية هذيا عندها مشاكل متاع أهلية جنسية هذيك علاش ما كانتش موجودة في البداية في الأولمبياد. تم طرح اسمها من بطولة العالم سابقا تدخل في أعلى مستويات ويخرجوها. اللجنة الأولمبية المرة هذه دخلها ورسميا مش تلعب. إيمان خليفة الجزائرية ضد الإيطالية نستناوها في بوكس في نزال في إطار دورة ثمن النهائي. ايضا اليوم الجزائر ممثله بالجمباز كايلنا نامور ممكن تكون ايضا موجوده في اول ميداليات الجزائر. اخر ما نكمل به بطبيعه في جدول الميداليات فرنسا للحظات فقط او 5 دقائق خليني نقول خذت هي الرياده في الصداره ب 8 ميداليات ذهبيه لكن الصين تعود ب 9 ميداليات لكن الحقيقه فرنسا خطوه كبيره كبيره ب 26 ميداليه نلقاها الثانيه وراء الصين اللي في رصيدها 9 ميداليات ذهبيه. نستنى وكما قلت اليوم التونسي سليم الجماعي في الادوار النصف النهائيه في الكانوي زلالوم اذا كان يكون من 12 الاولانيين يكون موجود في الادوار النهائيه. هكا كملت معكم موعد هذا نتقابلوا ان شاء الله في موعد قادم. اجمل تحياتي نجوى الطالب. فلاش سبور.